أهلا بكم إلى خريطة المال، أنا زينة صوفان. في عطلة الأسواق العالمية سنمر على بعض الدول العربية نستطلع أوضاعها في ضوء كورونا المستجد، والبداية من مصر التي كانت تعيش بداية تعاف سياحي غير مسبوق في مطلع الموسم الشتوي. التقرير لرشا عبد الرحمن من القاهرة. هكذا هو المشهد في أبرز المواقع الساحلية في مصر، فالقطاع السياحي الذي يسهم بنحو 12% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد كان الأكثر تضررا من أزمة فيروس كورونا العالمية، متأثرا بإلغاء الحجوزات القادمة من أوروبا والصين وقرار تعليق حركة الطيران الدولية في المطارات المصرية. وتقدر خسائر قطاع الطيران منفردا بأكثر من 150 مليون دولار. الآثار السلبية للفيروس المستجد امتدت إلى سوق الأسهم التي هوى مؤشرها الرئيسي بنحو 30% منذ أواخر فبراير الماضي. الشريك الرئيسي الذي كان لمصر هو الصين، فطبعا حجم التبادل التجاري، لأن الصين مصر بتستورد منها ما لا يقل عن 12 مليار دولار سنويا، عبارة عن قطع غيار، عبارة عن آلات، عبارة عن مواد خام. أغلب المصانع وأغلب القطع الغيار اللي موجودة لجزء كبير جدا من القطاع الصناعي في مصر يتم استيراده من الصين. طالما ما هو موجود ما فيش تأثير سلبي، إنما إذا ابتدى يشح أو ابتدى ينتهي هذا المخزون هنبتدي المصنعين أو أصحاب هذه الأعمال عليهم أن يجدوا بدائل، سواء من خلال المحلية أو من خلال دولة أخرى بخلاف الصين. وتوقعت مؤسسة فيتش العالمية أن يؤثر تباطؤ الاقتصاد العالمي على صادرات مصر غير النفطية ورسوم السفن العابرة لقناة السويس، واللذين يشكلان معا نحو 7.2% من الناتج المحلي. لكن الحكومة المصرية تعهدت بالإعلان عن حزمة من الإجراءات، بدأت بقرار البنك المركزي خفض سعر الفائدة 3% الاثنين الماضي. ايضا سياده الرئيس وجه يمكن دي كخطه ان الحكومه تدبر او توفر 100 مليار جنيه كاحتياطي طوارئ لمواجهه اي تداعيات سلبيه قد تحدث نتيجه لموضوع فيروس كورونا. ويتوقع محللون ان ينخفض حجم تحويلات المصريين العاملين في الخارج والتي تبلغ 25 مليار دولار سنويا اذا خفضت دول الخليج التي تعد اكبر سوق للعماله المصريه من حجم مشروعاتها. بحسب بعض الخبراء هنا الأصعب لم يأتي بعد، لكن الحكومة المصرية تسعى إلى تصدير صورة إيجابية من خلال الإعلان عن حزمة منتظرة من الإجراءات المالية والنقدية تهدف إلى الحد من الأثار السلبية لفيروس كورونا على اقتصاد البلاد. رشا عبد الرحمن لخريطة المال، القاهرة. وللمزيد ينضم إلي من القاهرة محمد أبو باشا، كبير الاقتصاديين في مجموعة EFG إرمس المالية. محمد أهلا وسهلا بك. طبعا العالم كله يشعر ويعيش أزمة كورونا، لكن مصر كيف ترى بأنه أثر هذه الأزمة سيكون وقعه عليها، وأين ترى بأنه يمكن أن يكون أكثر إيلاما؟ أهلا زينة. طبعا بالتأكيد زي ما ذكرتي العالم كله بتأثر بفيروس كورونا. بالنسبة لمصر واقتصاد مصر، طبعا الأكثر التأثير هيكون في قطاع السياحة بعد إغلاق المطارات جميعها في بداية من يوم الخميس، وطبعا مع كل الناس حول العالم بتحد من السفر بشكل كبير، فأظن أن قطاع السياحة هيبقى أكثر المتضررين. طبعا إلى حد ما إلى الآن ممكن قطاع الترفيه والمولات وكده، احنا في مصر لسه ما حصلش اغلاق كامل للمحلات، ولكن مجرد تحديد لساعات العمل طبعا ده هيأثر عليهم برضو بشكل كبير. ولكن اظن من ناحية الإجمالية فما زال الاقتصاد يعني الى حد ما يعمل. طبعا في تقليل في قوة في العمالة شوية، القطاع الخاص اغلب الشركات بتبتدي تطبق البوليسيز والسياسات بتاعتها لان هو يحاولوا يحدوا من تواجد الموظفين في المكاتب، فطبعا ده هيكون ليه تاثير على الاقتصاد. ولكن يعني مش شايفين ان معدلات النمو ممكن تفضل الى حد ما نسبيا مرتفعه في حدود 4 أو 4.5%. محمد، تقول بأنه تتوقعون أنه معدلات النمو تبقى في حدود 4 إلى 4.5% في 2020، لأنه انقطع الاتصال بعض الشيء من خلال سكايب.
نتوقع ان هو يكون في حدود 4 4.5%. احنا المعدلات الفتره اللي فاتت كانت في حدود ال 5 و7 من 10 5 و8 من 10. فطبعا ده هيتوقف على مدى استمراريه الاوضاع الاقتصاديه صحيح. المضطربه اللي احنا عايشين فيها. فغالبا احنا نتوقع في الربعين القادمين ان هو يكون في النمو ينخفض في حدود ال 4 4.5%. هل سيتطلب النهوض مجددا حزم انقاذ موجهه لقطاعات محدده؟ يعني ذكرت مثلا انت القطاع السياحي. أظن في وقت لاحق غالبا ده هيكون غالبا هيكون مطلوب، ولكن أظن زي ما احنا شايفين شفنا تقريبا كل دول العالم المرحلة الحالية هي محاولة يعني تدور ما بين الطمأنة وما بين محاولة تقليل الخسائر. شفنا البنك المركزي بيتحرك تحرك سريع وفي ضمانة للشركات الصغيرة المتوسطة ان هو في تأجيل لاستحقاقات القروض بالنسبة لهم، نفس الشيء بالنسبة للأفراد لمدة 6 شهور. وبالتالي في محاولة ان هو يكون في تقليل من الخسائر في الوضع الحالي. أظن مع اتضاح الرؤية نسبيا ممكن نرى مزيد من السياسات الموجهة بالنسبة للقطاعات اللي هتبقى أكثر تضررا. شفنا برضو الحكومة بتحاول انها محاولة تنشيط الاقتصاد بعض الشيء، البنك المركزي خفض الفائدة 3% كما هو كان موجود في اغلب دول البنوك المركزيه في حول العالم. الحكومه خفضت اسعار الغاز، حاولت تاجل بعض الضرائب العقاريه على المنتجات. في محاوله يعني حاليا اظن زي ما احنا شايفين في دول العالم زي ما قلت لحضرتك ان هو اغلبها محاوله تقليل الخسائر وبعت رسائل طمأنه شويه. من القاهره محمد ابو باشا كبير الاقتصاديين في مجموعه اي اف جي ارمس الماليه، شكرا جزيلا لك. هذه خريطه المال وفيها بعد قليل ماذا تفعل كورونا بأزمات الاقتصاد اللبناني؟ لا تذهبوا بعيدا. إلى لبنان وصل وباء كورونا في أكثر الأوقات حرجا، فهذا البلد الذي يعيش حراكا شعبيا احتجاجا على الأزمة المالية والاقتصادية منذ أكثر من 6 أشهر، زادت جائحة كورونا وضعه بؤسا في ظل نقص الإمدادات والموارد الحاد لمواجهة هذا المرض. التفاصيل مع إليان شاطري من بيروت. المنافذ الجوية والبحرية والبرية لبلاد الأرز مغلقة حتى إشعار آخر بسبب تفشي فيروس كورونا. الشوارع خالية والأسواق مقفلة. هذا الواقع الذي لم يعهده لبنان في عز أيام الحرب يضاف إلى المعاناة المالية والاقتصادية المستمرة منذ أشهر والمتمثلة بتآكل القدرة الشرائية والمعيشية للمواطن اللبناني في مقابل غلاء الأسعار، مرورا بازدواجية سعر صرف الدولار والقيود المصرفية غير المسبوقة. عندنا ما يقارب 1 مليون عامل في لبنان، اليوم معظمه هو في المنازل، أي توقف ليوم من العمل له تكلفة اقتصادية كبيرة، وطبعا لبنان منه مثل بقية الدول في أنظمة تساعد على التعويضات للعمال، وبعض العمال بحاجة إلى راتب يومي للاستمرار في العيش، يعني مقارنة مع دول متقدمة. كذلك بلبنان نسب الادخار منا موجودة، وحتى الأموال التي لدينا في لبنان هي موضوعة في البنوك ومحجوز عليها في أغلبها. خوف الكبير أنه ما عندنا تقييم متى تنتهي هذه الأزمة. الانعكاس السلبي على النمو الاقتصادي جراء انتشار كورونا يحمل جوانب أخرى ستنعكس إيجابا على الوضع المالي المتهالك للدولة اللبنانية. فتراجع الحركة إلى درجات متدنية سيؤدي إلى تراجع حركة الاستيراد، ما يعني تراجع مستوى العجز في ميزان المدفوعات وتاليا على الموازنة العامة، كما أن تراجع سعر النفط سيؤدي إلى تدني الفاتورة النفطية. يمكن في قطاع الكهرباء اللي كان عم يكلف الخزينة مبالغ هائلة، اليوم انخفاض الأسعار النفط إلى العشرينات وربما يوفر على لبنان إذا استطعنا أن نستفيد منه 1 مليار أو 1.5 مليار، باعتبار أنه هذا كان الجرح الكبير في المديونية وعجز في الموازنة. المشكلة أنه الدولة من أين تأتي بالإيرادات، لكن في وضع ظرف يشبه الحرب الكونية على فيروس معين هدد سلامة العالم واقتصاد العالم، ونحن جزء من هذا العالم علينا أن نتكيف. الأولوية اليوم في لبنان هي للأمن الصحي والغذائي والاجتماعي، أما العناوين الاقتصادية الأخرى فتأتي لاحقاً.
ويبقى هم الذين فقدوا عملهم أو الذين اضطروا لملازمة منازلهم بلا أي دخل لتأمين أساسيات الحياة هو الأكبر، فيما من المفترض وجودها في كل بيت في حالة الطوارئ الصحية والتعبئة العامة التي أعلنتها الحكومة، ما قد يهدد بانفجار اجتماعي كبير. لخارطة المال، إليان شاطري، بيروت. وللمزيد حول أزمات لبنان المالية والاقتصادية ينضم إلي من بيروت مروان دومت، رئيس إدارة الأصول في أوبتيمم إنفست. مروان، أهلا وسهلا بك. مطلع هذا الشهر تخلف لبنان عن سداد استحقاق يورو بوند، سمعنا بأنه ستبدأ المباحثات مع الدائنين، ما الذي يحصل الآن؟ بهذه الأثناء المفاوضين يلي تكلفوا المستشارين الماليين والقانونيين يلي تكلفوا من وزارة المالية عم بيفاوضوا مع وزارة المالية اللبنانية، عم بيفاوضوا مع حاملي السندات السيادية اليورو بونز بهدف إعادة هيكليتها أو جدولتها. الجدولة فيها رح تاخد شوية وقت طبعا، بس فيها تاخد كمان كذا شكل. مروان، في هذه الأثناء ماذا نعرف عن خطة لبنان بالنسبة للاستحقاقات الأخرى في 2020؟ الاستحقاقات الأخرى رح تجي في 700 مليون بأبريل و 600 مليون بجون، بيطلع الإجمالي للسنة 2020 مليارين ونص ما عدا الفوائد اللي رح تندفع على السندات. إعادة الهيكلة أو الجدولة إذا رح تصير رح تكون مع مبدئيا مع التفاوض عم بيصير مع جميع حاملي السندات، مش معناتها انه رح يتوصلوا لنتيجة مع الكل بوقت قصير. البداية هلا عم بتكون مع حاملي السندات تبع شهر آذار يلي استحقوا واللي ما اندفع بتسعة آذار، ومن بعدها رح يكونوا مع حاملي سندات نيسان وحزيران. بالمبدأ وقتها بيكون في نون ديفولت، بيكون في ديفولت نون بايمنت على واحد من السندات، في كروس ديفولت بروفيجن بتعني انه كل السندات يعتبروا ما اندفعوا، وبتبلش المفاوضات على هيدا الاساس. طيب مروان، الى اي مدى يعقد موضوع كورونا من ازمه لبنان الماليه والاقتصاديه؟ يعني طبعا ازمه كورونا شلت الحركه الاقتصاديه، الخطر هو هلا انه رح يكون في ناس عندها وظائف رح تخسرها، رح تصير معزوله عن الدوله الاقتصاديه والماليه، وهون رح يكون في حاجه للدوله انه تشارك اكثر بمساعده هالناس، رح يكون في ثقل اكبر على الدوله مالي لتساعد هيدا الناس تضل ضمن الدوره الاقتصاديه والماليه، وهذا يعني واجب اساسي. مروان، يعني هذا نتحدث هنا عن عبء مالي في وقت مطلوب من الدوله اللبنانيه ان تاتي بموازنه تضبط فيها العجز وتضبط فيها الانفاق، طيب الى اين يلجا لبنان في هذه الحاله؟ بهذه الحاله هلا اللي عم نتحدث عنها رح يكون صعب ضبط ماليه الدوله هلا، بس منه شيء استثنائي، كل دول العالم هلا عم تعمل fiscal expansion fiscal stimulus و monetary stimulus، وهذا شيء يعني أساسي بهالمرحلة حتى إذا راح يسبب ازدياد بالدين العام. بالأشياء اللي عاطلة اللي عم بتصير من بسبب كورونا، في أشياء كمان شوي إيجابية بتخفف الوطأة، مثل أسعار النفط عم تنزل ولبنان بلد مستهلك للنفط، الأويل بيل تبعه راح مفروض ينقص 40-50% بهالسنة، يعني مقابل الأشياء العاطلة في أشياء كمان عم بتخفف من وطأة الفيروس على الاقتصاد وعلى وضع المالي تبع الدولة والاقتصاد ككل. أكيد حلو عموما النظر إلى نصف الكوب الملآن. من بيروت مروان دومت، رئيس إدارة الأصول في أوبتيمم إنفست. وفي الأردن لا زالت وزارة المالية تدرس الخطوات الواجب اتخاذها بالتعاون مع البنك المركزي، مع التأكيد على أن أي قرارات يتخذها المركزي ستضمن حقوق المواطنين مع موازنة المصلحة المصرفية والنقدية. كما أكدت الوزارة بأنها تدرس حاليا إصدار ملحق موازنة من أجل أزمة كورونا. وللمزيد حول تداعيات أزمة كورونا على الاقتصاد الأردني ينضم إلي من عمان الخبير الاقتصادي الأستاذ عامر الشوبكي. أستاذ عامر، أهلا وسهلا بك. بداية، هل يمكن في هذه المرحلة تقييم الأثر المبدئي للأزمة الحالية على الاقتصاد الأردني؟ نعم، أسعد الله مساءكم أنتم وجميع المشاهدين.
الأردن غير مفصول عن دول العالم، يتأثر كما تتأثر دول العالم جميعها في التعاني ومعاناة وتداعيات أزمة كورونا أو جائحة كورونا. طبعا منظمة غرب آسيا الإسكوا أكدت يوم أمس أن معظم المنطقة العربية ستفقد العديد من الوظائف، تصل عددها إلى 1.7 مليون وظيفة ستفقدها المنطقة العربية. طبعا هذا الأمر طبعا على القطاع الخدمي بالذات، هذا الأمر أيضا ينطبق على الأردن. المعاناة موجودة كانت في السابق قبل حدوث أزمة كورونا، تتعمق وتزداد الآن هذه المعاناة. بالطبع أيضا هنالك مصروفات حكومية كثيرة وجديدة على القطاع الصحي، هنالك تعهدات حكومية بإلغاء بعض الفوائد وبعض الضرائب المفروضة على المواطنين، هذا سيؤدي إلى تخفيف المعاناة من تداعيات كورونا. لكن بالطبع الأردن سوف يعاني في المرحلة القادمة والمرحلة الحالية. أستاذ عامر، هل يعني اتضحت ملامح خطة متكاملة تضع في الاعتبار المواطن، قطاع الأعمال، الوضع النقدي والمالي في البلاد؟ الجميع الآن يركز، كان في الأردن أو العديد من الدول، على الناحية الصحية. جميع البرامج، القرارات التي اتخذت، فقط حاليا كون جائحة كورونا ما زالت في بداية منحنى الجرس، طبعا الجميع يركز على الناحية الصحية فقط. القرارات المتخذة حاليا في المجمل هي من الناحية الصحية، ما زالت القرارات الاقتصادية لعدم وضوح الرؤية في المستقبل للأردن ولغيرها من الدول ما زالت قاصرة. طبعا الأردن سيتأثر بالتأكيد من ناحية القوة المالية للعملة حسب ارتدادات هذه الجائحة على العملات الأخرى، وخصوصا الدولار المرتبط، الدينار الأردني بالدولار بشكل رئيسي. الخبير الاقتصادي من عمان عامر الشوبكي، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا ابقوا مع تلفزيون دبي، بعد قليل زميلتي نوفل رمول تلتقيكم في قابل النقاش. هذه نهاية حلقة اليوم، لقوني غدا في نفس الموعد. أنا زينة صوفان من دبي، ومعي خارطة المال.